في أعقاب التدهور الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين وتكرار العمليات في المناطق الفلسطينية المحتلة، أطلق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تهديدات جديدة لم تقتصر على حماس، بل تجاوزت الحدود الشمالية إلى قوى معادية في لبنان وسوريا، يزعم أنها تهدد أمن إسرائيل. وفي حفل لتخريج فوج جديد لسلاح الجو، راح نتنياهو يستعرض قدرات جيشه، معلناً أنه بات على استعداد للرد الفوري والقاسي على أي تهديد من مختلف الحدود. لن نحتمل أي اعتداء علينا، لا من غزة والجولان ولا من الحدود اللبنانية، وردنا سيكون بقوة وفوراً على كل محاولة للتنظيمات التي ترفع رأسها. ورفع نتنياهو سقف تهديداته معلناً أن إسرائيل تواصل نشاطها لمنع نقل الأسلحة إلى إيران ووكلائها في المنطقة تحت عنوان حق إسرائيل في الدفاع عن أمنها. مصممون على منع أعدائنا من الحصول على أسلحة فتاكة قد تعرض أمننا للخطر، وعلى منع الخيام بكل شيء يتيح لإيران من امتلاك الأسلحة النووية. وكشف نتنياهو أن إسرائيل اتفقت على شراء 4 سفن حربية من طراز ساعر بهدف تعزيز حماية ودفاع السلاح البحرية. أما وزير دفاعه موشي يعلون فحذر من أن عدم الاستقرار في المنطقة ينظر بخطر يدفع الجيش إلى استمرار الدفاع والاستعداد. يواصلون محاولات تشويش حياتنا والمس بالإسرائيليين، لكن هذه المحاولات ستواجه بجدار منيع سواء من الجبهة العسكرية أو الداخلية. هذه التهديدات تزامنت مع ترويج الجيش لتدريبات مكثفة لسلاح البحرية على معدات تضمن المراقبة ما بعد الحدود وإحباط محاولات اعتداءات خصوصا على أبار الغاز، وسيكون لسفن ساعر الحربية دور أساسي. أمال شحادي من مدينة حيفا.